مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت واجد في مدينة القنيطرة في القضية ديال خديجة. مشاهدينا الكرام، قضية ديال خديجة، عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها. خديجة المشهورة بزوجة المحامي التي تناضل وتدافع بشتى الطرق المشروعة والقانونية من أجل تبيان الحقيقة في النسب ديال الإبنة ديالها مريم. هذا الملف فيه مدة طويلة بين مد وجزر، وأخيرا قدرات وتمكنات أن السيد الوكيل العام مشكور أعطى الإطار القانوني التعليمات ديالو من أجل تبيان الحقيقة أكثر فيما يخص موضوع النقاش اللي هو الأديان. تبعوا معايا. وأخيرا انتصرتي، ناضلتي من أجل مريم بشتى الطرق المشروعة والقانونية. تفاعل السيد الوكيل العام معاك في الموضوع كيفاش كاين داس الأمور؟ أول حاجة السلام عليكم المتتبعين ديال ماروكو نيوز. مهم آخر ما كاين، الحاجة اللي هي زوينة في هذا الموضوع هذا هو المحكمة مشكورة ديال قضاء الأسرة مدينة القنيطرة، حكمت ليا بخبرة جينية والحمد لله. هذا هو الخبر اللي كاين زوين. اكيد راكم كلشي كان متبع بان السيد ما كيبغيش يجي، ما كيتبلغش، ما كيديرش. الحمد لله تدخل السيد وكيل العام مشكور، كنشكرو بزاف، تدخل في الاعتصام اللي كان درت والحمد لله تلبى الطلب وتبلغ. دا كانوا بغيو يديروا له تنصيب القيم باش يخرجوا البوليس يجيبوه، وصافي التزم المحامي ديالو باش غادي يجيبو وجابو وجاو تواجهنا، دار مواجهه مع الشهود. اكيد انا قال لهم كنعرفها في شي حوايج اللي جرني بهم الفساد، والشهود نكرهم كاملين، قال لهم ما عمري ما شفتهم حتى يكذبوا عليا، وقال بزاف ديال الحوايج اللي اش نقول لك اللي ما كيتمسوا اصلا بالسمعه ديال المحامي. شي حوايج اللي هما خايبين، تيقول لهم انا كلي انا كنت كنوب عليها وكنمارس معايا الجنس، وتلاقيت بها في لي بواط وانا كنمشي نشرب في لي بواط وانا زنفسد وكنديها معايا وكنخلصها ب 200 درهم وبزاف ديال الحوايج. وخلي هو منه مولاه، نقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وتا انا حطيت فين تلاقينا، حطيت الادله، وتا انا درت بزاف ديال هادو، طلبتهم من الاستاذ ديالي مشكور الاستاذ عبد الفتاح زهراش اللي هو غني عن التعريف. طلبت منه يديروا لي الشرطه بحث واش عمري دخلت لشي بار في المغرب ماشي غير في قنيطره. المهم طلبت بزاف ديال الحوايج، وطلبت حتى يديروا خبره على الذات ديالي واش عمري تعاطيت الكحول او شراب او شي حاجه. اكيد هادشي راه كيبان. وحط شي كذوب حتى على الزوج الطالق ديالي، قال لي هو اللي جا وراه مستعد الشهاده، جا الطالق ديالي نفى داكشي كامل، حتى هو واحد الاشهاد نفى داكشي كامل اللي كيقول يعني كذبوا. خرج لي طبيعه الحال بزاف ديال الملفات، ملف ديال وزن اول فاش جيتو صورتو معايا اول مره عليه، داك الملف ديال وزن الحمد لله خديت فيه البراءة، وكنشكر المحكمة ديال توزن كنشكرها بزاف. هذاك الملف خديت فيه البراءة أنا وخوتي. مازال الملفات هنا اللي كاينين اللي متابعة فيهم، واحد اللي خديت فيه السورسي، خديت فيه 3 شهور ديال السورسي و 2000 درهم غرامة، إهانة واحد جوج المحامون اللي درت بهم الشكاية اللي بغاو يجي يديروا لي الإجهاض، تقلب عليا أنا داك الشيء وأنا عندي ما يفيد وحطيت الأدلة. حاليا راه في استئناف فتعرض، درت تحكم عليا غيابي تعرضت عليه، جاء استاذ زهراش مشكور هو اللي تعرض عليه، والجلسه عندي ما عرفتش امتى، ما عقلتش بالضبط الاستاذ زهراش اللي عاقل. وميل في الاخر اللي كانت كتنوب فيه الاستاذه مريم جمال الادريسي من هيئه الدار البيضاء، هي مشكوره اللي كنشكرها بزاف. هذاك الميلف تحكم عليا بشهرين سورسي و1000 درهم غرامه، وهو حكموا عليه بشهر سورسي و500 درهم غرامه. وانا هذا الموضوع ما يساليش هنا، غدا نبقى نجري. مازال انا دوزت معاه، بدينا من 2019 وانا معاه مجرجره، ومازال ان شاء الله الا لدى الله العمر راه غدا تكمل الاستاذه مريم والاستاذ عبد الفتاح زهراش، اكيد غيبقاو مناضلين على وديت مريم تتاخذ النسب ديالها. السؤال الاول اللي عندي معك في الموضوع هو واش ما عمرو حاول انه يسوي معك الوضعيه بواحد الطريقه لينه بعيد على رضاهات المحاكم؟ ما حاولش. هذه انا اللي حاولت، انا اللي مشيت عند السيد الناقب الاول مشكور واستقبلني فعلا وعطيتو الادله، قال لي صفا بنتي انا غادي ندير حل، انا غنتصل به ونهضروا معاه. قلت له السيد الناقب انا هذا الموضوع من اللي بلغت على الخيانه الزوجيه كنا باقي ما خرجش للاعلام، قلت له انا مستعد نخلص كاع المصاريف
يجي يدير معايا زواج وطلاق ونعطيه ورقه بانني انا راه شاده نفقه ديال البنت ديال واحد 30 عام ولا 20 ولا 40 عام، وهذا الموضوع يمشي سلمي. قال لي بنتي ما قلتي تكلمت العيب، انا غنحاول معاه. المهم اتصلوا به بزاف ديال المحامون، دخلوا من هنا من قنيطره مشكورين اللي ما دخلوا داك الشيء. قال لهم ما عندها ما تصورت تمشي تخرج السما، وحتى محامي ما يقدر يجينو ضدي. وفعلا هذاك الشيء اللي لقيت، ما خليت فين مشي حتى محامي ما جا. هاد المده كامله اللي انت في الملف شحال تقريبا المده؟ من 2019 2019 2022 من 2019 درتي واحد القناه باش تحكي فيها المعاناه ديالكم. انت امراه تضحي بالغالي والنفيس من اجل مريم، وهذه من الشيم ديال الام بطبيعه الحال. هاد القناه ديالك شنو سميتها؟ درت قناه في اليوتيوب اللي هي بخديجه ضحيه المحامي بالعربيه، حيت هذاك الشيء هذا هو العنوان ديالي، فهمتي؟ مع شنو ندير العنوان؟ شنو ما ندير؟ زوجه المحامي، ندير ضحيه المحامي، حيت فعلا انا ضحيه. وان شاء الله ملي نربح الملف وداك الشيء ندير نبدل الاسميه، ندير خديجه ناجيه من المحامي باذن الله. درت قناه كنحكي فيها، كنصور فيها انا وبنتي، كنبان فيها انا وبنتي، كنعاود شنو درت انا وبنتي، كلشي كنديرو انا وبنتي في هذيك القناه. لاضيين امتى ان شاء الله؟ لاضيين في هذا الاسبوع هذه، كنتسنى المكالمه ديال رجال الدرك، وان شاء الله الرحمن الرحيم انا مستعده نديرها، وانا متاكده شنو كاين النتيجه ديالها. انا متاكده حيت ما عنديش شك في رجال الدرك، وانا من شخصيا متاكده وعارفه النتيجه شنو كاينه. لا الله وعسى غيجي هو يترجل ويجي يحضر في لاضيين، حيت هو اصلا ما غاديش يجي يديرها، ويقول لهم ما تبلغش بزاف ديال الحوايج انا عارفه الخرق ديالهم. الله يوفقك يا ربي، الله يوفقك يا ربي. مرحبا مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا هذه هي القصه ديال الاخت التي تضحي بشتى الطرق المشروعه والقانونيه من اجل الانصاف ديالها وتبيان الحقيقه من اجل مريم. هي تطالب بماذا؟ لاضيين. واش هي بنتك؟ نعم ام لا؟ مشاهدينا الكرام، مشكور السيد الوكيل العام اللي خدا بيد هاد السيدة من أجل الوصول للهدف الأسمى والأرقى والأحسن في الموضوع، وهو القانون. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع سوف أتكلم نيابة عنها. هي الله عز وجل اللي عالم بالحال ديالها. الوقت صعيبة، تعاني في إشكاليات، ودارت هاد القناة. أرجوكم ندعموا القناة ديالها. القناة ديالها سميتها خديجة ضحية المحامي بالعربية، خديجة ضحية المحامي. أرجوكم كل من ساهم أو ساعد الأخت في الاشتراك من أجل أولا أنه تسرد القصة في الناس بطبيعة الحال اللي ما تبعوهاش، والمسألة الثانية أنه يتم تفعيل ديال القناة ديالها اللي بطبيعة الحال غادي تحقق لها شيئا ما عائدات اللي تساعد بها الوليدات. فيما يخص الموضوع نحن لا نوجه الاتهام لأي أحد، ولكن ما يهمنا هو الحقيقة في الموضوع. القرار في الأخير بيد القضاء. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.